ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من فقراتنا أطباء السبعة. اليوم ضيفنا الدكتور خالد السيد. دكتور خالد كيفك؟ تمام. شادم كيف حالك؟ تمام الحمد لله. موضوع اللي نحكي فيه اليوم مهم جدا، اللي هو التهابات اللثة. أنا حاسه وباء في البلد. يعني كتير ناس عندهم مشاكل باللثة، لأنه تخيل نسبة مدخنين عندنا عالية، استهلاكنا للقهوة عالية، وهاي من الشغلات اللي بتسبب مشاكل باللثة. مظبوط دكتور؟ صحيح. من التهابات اللثة يعتبر من أكثر الأمراض الشائعة نحكي الموجودة بين البالغين بشكل عام. نقدر نعرف أو أول شيء نحكي عن التهابات اللثة، كيف ممكن تعرف إنه أنت عندك التهاب باللثة؟ عن طريق إنه بكون اللثة فيها انتفاخ وإحمرار وحدوث نزيف عند تفريش الأسنان. يعني نلاقي أغلب الناس بيحكوا دكتور لما أفرش أسناني بينزل دم. فمع اتباع التعليمات اللي بعطينا إياها طبيب الأسنان من غسول فم، تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة، بالتالي هيك إحنا نتجنب إنه الفلوس ضروري ولا بكفي فرشاة أسنان؟ والفلوسينج كمان ضروري مع الفلوس بشكل غسول يومي؟ فم. يس، مرتين باليوم بشكل يومي. طب إذا اللي عنده التهاب لثة لازم يأخذ مضاد حيوي ولا لا فقط إنه هلا حسب درجة التهاب اللثة، لأنه التهاب اللثة له درجات لو لأي مرحلة موجود. فإحنا بعد ما نشوف المريض نحدد نعمل له تنظيف للكلس والجير، بعدين نعطيه تعليمات لتنظيف الأسنان، بالإضافة لممكن أدوية نكتب له أنتيبيوتيك مع المتابعة الدورية. طب هلا أنا كيف بدي أمنع إنه يصير عندي التهاب لثة غير السكيلينج اللي حكيت عنه؟ بالطرق اللي نحكيها إحنا عن تنظيف الأسنان، تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة والمتابعة الدورية. بس إنك تمنعي نهائي مش يعني الكلس والجير زي ما حكينا دائما بتكون عند الأسنان عند أي حدا، سواء بتفرش أسنانك. نوصل لمرحلة لا رجعة فيها ولا دائما ممكن الواحد مثلا واحد بدخن له 20 سنة وأسنانه وهذا ممكن بتصلح ولا هلا أكيد بتصلح، بس اللي بدخن له 20 سنة واللي مش رايح عند طبيب الأسنان له 5 سنين مش زي اللي بتابع كل 3 ل 6 أشهر عند طبيب الأسنان. فأكيد اللي له 20 سنة بدخن وما عم بتابع عند طبيب أسنان بكون وصل لمرحلة إنه الأسنان فيها حركة أو فيها خلخلة، فهيك بتكون نروح لطريقة علاج تاني. اللي هي إيش؟ اللي هي حسب الحالة، إذا كان عنده خلخلة في الأسنان ممكن نضطر إنه نخلع السن ونعمل زراعة. في ناس بيكونوا معرضين أكثر مثلاً من ناس تانيين لالتهاب اللثة؟ طبعاً في عوامل بتساعد على التهاب اللثة، منها التدخين، منها مرضى السكري، منها عدم الاهتمام بشكل عام بنظافة الأسنان. هاي العوامل بتساعد أو بتسرع في التهاب اللثة. دكتور حكيت أنت 3-4 مرات الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان. يس. إيش الطريقة الصحيحة لتنظيف؟ الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان الفك العلوي من أعلى لأسفل، والفك السفلي من الأسفل للأعلى، أو حركة دائرية لمدة دقيقتين على الأقل، عشان مع استخدام غسول الفم بشكل غسول الفم يكون فيه كلور هيكسيدين. طبعاً غسول فم ممكن نستخدمه 10 أيام ونوقفه 10 أيام عشان ما مادة الكلور هيكسيدين تعمل تصبغات فيما بعد للأسنان، بالإضافة لاستخدام الخيط السني بين الأسنان بشكل يومي. شكرا كثير دكتور خالد. العفو. انا استفدت كثير وانا اكيد طبعا وان شاء الله بنشوفك في فقرات ثانيه. شكرا كثير لكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا بهاي الفقره معانا من الاطباء السبعه. ريوان، المركز الاول للتصوير بالاشعه التشخيصيه.